حضرتك متأكد إن الشركة ما يهمهاش مين من العطارين يدير الموضوع؟ وهو عبد الحميد بيه اللي هيعرف يدير الموضوع؟ على فكرة مش مهم أبداً أكون بعرف إزاي أدور الموضوع، المهم إن اسمي عبد الحميد العطار، أخو زين العطار، مش ابن عمه ياسلين بيه؟ ده انتوا بتلعبوها معايا بقى. انت ياسلين بيه اللي مش عاوز تلعب وناسي ان قوانين اللعبة خلاص ما بقتش في ايدك. انا ماليش دعوة ببضاعة سيف، واذا كان هو مش قادر يحمي بضاعته يبقى المفروض الشركة تستغنى عن خدماته هو برضو. هو ده كباريه فتحي؟ كباريه لا سمح الله، انا ممكن اخد كباريه؟ لا طبعا، ده نايت كلاب. بحسب، بس انا مش مرتاحه برضه. لا شويه كده وهتريحي وتفكي وتبقي 100 فل و14. تشربي اي حاجه سخنه؟ لحسن جدتي متلجه قوي يا فتحي. لا هنا مفيش سخن، كل اللي هنا ساعة. فهماك يا خبيث، عاوز تشربني خمرة عشان تتوني بس بعينك. الميزة اللي فيك يا هناء انك كده. انا فصلت وهمشي. تمشي ايه يا يحيى؟ احنا لسه ما شربناش حاجة. لا كفاية كده زهقت، وبنيجي بعدين. انا سكرت. سكرت؟ هو احنا شربنا حاجة؟ بقولك سكرت. دمي. نعم. أمك. بقولك أمي، لخ بيتك يا فتحي يا راجل. بتعملي إيه يا أم؟ يحيى. يا لهوي فتحي. بقولك رد عليا، أنت بتعملي إيه هنا؟ وأنت عامل حاجة جايب أمي هنا وبتعملوا إيه؟ هي دي أمك يا يحيى؟ بقولك أنت اسكتي خالص، مش ناقصاكي. مين دي بقى اللي معاك يا يحيى؟ ما تغيريش الموضوع. أنا عايز أعرف أنت إيه اللي جايبك هنا؟ اللي جابك جابني، ولو ما سكتش يا يحيى أنا هقول لرهام. طب يلا ياما ونتفاهم في البيت بلاش فضايح. إيه ده؟ إيه ده يا يحيى يا ابني؟ هدي خلقك شوية. أنا طالب إيد أمك يا يحيى. ازيك يا سعيد؟ روحتي. معلش يومين كده وهاخدك انصحك. سعيد لوحده قالوا، سعيد زعلان. انا قلتلك يا سعيد خلاص. انت بتكذب نوح، بتكذب ودايما بتمشي ومش بتيجي تاني. غصب عني يا سعيد، غصب عني. ليه ليلى مشيت؟ وليه فيروز مشيت؟ بتمشيهم ليه يا نوح؟ أنا ما مشيتش حد. أنت بتكذب نوح، بتكذب. مشيت ليلى، مشيت هيروز. أنا عاوز ليلى نوح، أنا عاوز فيروز. أنا عايزه. Thank you.
أيوة يا سليم يا حبيبي. أنا عملت له شوية تحليل علشان نطمن أكتر. هو في حاجة لقاك يا دكتور؟ بعد التحليل هنتأكد. هو حضرتك مراته؟ أيوه. أتمنى تحافظي على مواعيد الدواء اللي كتبته له، خصوصاً اليومين اللي جايين دولت، لحد نتيجة التحليل ما تظهر. ميرسي أوي، تعاملك معانا ميرسي. كل اللي اتفقنا عليه حصل يا سيبي. وعش نوح اللي في الجنوب بقى خلاص في جبنة. والعميل بتاعه اللي حسبنا. أنا قلت كده ما يجيبهاش اللي خديجة. اختياري كان في محله هانم. بس أنا عاوز أعرف هتوقع نوح إزاي؟ خليها مفاجأة. اصبري على الطبخة لما تستوي. المهم وأنت هتعدي البضاعة هو هيكون مش فاضي. وحشتني. وانت كمان. ما بقتش بترد عليا كالعادة. كنت ناوية اجي اتخانق معاك. بس اعمل ايه؟ لما بشوفك بنسى كل حاجة. المهم ان احنا مع بعض يا سليم. وانا كمان اهم حاجة عندي اني افضل معاكي. ما بستريحش غير كده. بس انت عارفة بقى يا حبيبتي الظروف اللي انا فيها. ظروف الشغل والعيلة. والبيت. مش كده يا سليم؟ لا لا البيت مش مشكلة. آه ما هو باين. هترد؟ لا مش وقته خالص. طب اقفل الموبايل وحياتي. اقفله خالص؟ لا طبعا. الله ليه؟ انت مش بتقول انك مش هترد؟ آه بس مش معنى ان انا مش هرد اني اقفل الموبايل. في الحالة دي مريم هتقلق عليك مش كده؟ داليا أنا عايزك تنسي خالص إن أنا متجوز. أنا شخصياً بعمل ده وأنا معاكي. ولما بتسيبني بترجع تفتكر وتروح لبيتك ومراتك وتنسان أنا. ولا كأني في حياتك. مش كده يا سليم؟ وبعدين بقى يا حبيبتي إحنا يمكن لو كنا اتقابلنا قبل ما اتجوز ما كنتش هتقولي الكلام ده كله. بس هو ده الوضع الحالي. مريم مراتي وأنا مش هطلقها. ولو أنت بقى عايزة تضيعي بقية الساعة اللي متفقين عليها في الموضوع ده مفيش مانع. سليم أنا مش عاوزاك تطلق مريم. إيه؟ تطلق مريم ليه؟ أنا فكرت في كلامك كويس قوي ولقيت إن أنت عندك حق. أنا عارفة إنك بتحبني ومفيش حد في قلبه غيري. وأنا مش عاوزة حاجة في الدنيا غير إني أكون معاك وبس. حتى ولو ليوم واحد في الأسبوع. المهم يا سليم لما نكون مع بعض محسش إني بسرقك. سليم ما تيجي نتجوز. أنا موافقة أكون زوجة تانية. أوي أوي. بس انت عارفة الدنيا ملخبطة عندي ازاي دلوقتي. اديني شوية وقت اظبط اموري واروق نفسي وبعدين نناقش الحكاية دي. ايه ده؟ انت ماشي ولا ايه؟ اه ما انا قلتلك يا دوب ساعة وانتي اللي ضيعتي الساعة في الكلام اللي عموما يا حبيبتي انا مش هتاخر عليكي ابدا. خلي بالك من نفسك. باي باي.
الله فراس ليه؟ انت مفروض يا اخي انك تتمنى لي الخير. فوق يا عبد الحميد، هم عايزين يضربوني انا بيك، انت مش مهم عندهم. لا مهم، ومهم قوي كمان. لو ما كنتش مهم ما كانوش كلموني. المهم بقى انك يا اما تعمل اللي هم عايزين يعملوه، يا اما تسيب الملعب للي بيعرف يلعب. انا اقدم منك في الملعب ده، ده ملعبي وعارف كل حاجه فيه. انت بقى اللي مش عارف الخطر اللي انت موقع نفسك فيه. لو النبي عارف، وعارف كويس، وحاسبها كويس قوي كمان. خلاص، يبقى انا كده عملت اللي عليا وبلغت وقضي الامر. لا، بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه باللي بينكم، مشاكلكم دي تحلوها مع بعض. انا اللي ليا ان العمليه هتتعمل، والعمليه دي كبيره ومهمه قوي بالنسبه لي، وما عنديش اي استعداد لاي لعب تحت الترابيزه. لعب تحت الترابيزه؟ انت بتقول لي انا كده يا نوح؟ ده بيزنس يا سليم، بس اوعدك بعد ما تقعدوا مع بعض وتحلوا مشاكلكم العائليه هنبقى نقعد ونتفاهم. انا هدخل الشحنه وهشرف بنفسي على تامينها عند المنفذ، واظن انت عارف كويس قوي ده معناه ايه. ممكن تسيب الموبايل بقى وتردي عليا؟ ارد اقول لك ايه؟ مين شهد اللي انت بتتكلمي عليها دي؟ انا ما بكرهش في حياتي قد اللي بيستهون بيا وبدماغي يا يوسف. قلت لك تعرف واحده اسمها شهد، وان انت ناوي تتجوزها كمان. اللي انت بتقوليه اسمه تخاريف على فكره. اكمل لك التخاريف؟ انا عارفه ان خطوبتنا دي مساله وقت وهتخلص، بس انا كنت مديه نفسي فرصه ان انا احبك، وان انت كمان تشوفني حبيبتك. بس انت ما شفتنيش يا يوسف. اكيد بعد كل اللي قلناه ده ما ينفعش نكمل. يا ريت تعدي على بابا وتقول له ان خطوبتنا اتفقت.